خلينا نقول كمان انه كلام كتير بقى على السوشيال ميديا بخصوص يعني واضح موضوع الاشجار. طبعا الناس يعني وانتوا عارفين دلوقتي السوشيال ميديا الناس بتلقط صور على طول، بيتكلموا على انه في قطع للاشجار بشكل كبير كمان في حديقه الحيوان. فطبعا خلينا نشوف يعني ما حقيقه هذا الجدل، يعني هل فعلا في يعني جدل في موضوع حديقه الحيوان كمان؟ حديقه الحيوان طبعا يعني تشتهر جدا باجمل الاشجار طويله العمر، لها تاريخ طويل. معايا الاستاذ احمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة. مساء الخير أستاذ أحمد. الخير أستاذ شفقي، وعليك وعلى كل مشاهديك الكرام. وأنت بألف كل سنة وحضرتك طيب. طيب خلينا نعرف من حضرتك هذا الجدل اللي موجود على يعني قطع أشجار في حديقة الحيوان، لأنه حديقة الحيوان كمان فيها كم من الأشجار النادرة، أشجار قديمة، أشجار لها تاريخ طويل. استاذ شبكي، مجرد ما الصوره ظهرت على موقع التواصل الاجتماعي، معالي الوزير السيد القصير وزير الزراعه والصلاح الاراضي تواصل بالفور على الشركه والتحالف المسؤول عن تطوير الحديقه، وايضا بالسيد رئيس هيئه الخدمات البيطريه التابعه له الحديقه، وانتقلوا على الفور وشافوا بنفسهم ان ما يحدث هو تهذيب وليس قتل الاشجار. كويس ان سيادتك عرض الصوره على الشاشه عشان بس نوضح للمشاهد. ايوه الصوره على الشاشه، ودي الونش يعني دي الونش صوره من صور الحديقه. في ونش هو المعروف والمعتاد والمنطقي، بيقول ان احنا لما نجني شجر بنقطعها من الجزء من الجذور من جذرها. صحيح. وليس من شواشيها او من اطرافها يعني. فان لما هذا الونش تم يعني جلبه خصيصا من اجل تهذيب الاشجار وتجميلها وازاله والحفاظ عليها وازاله الافرع التلفه منها. وهذا الونش شغال بقاله 6 شهور على فكره، مش شغال النهارده ولا امبارح، بقاله 6 شهور في هذه المهمه. في عندنا في حديقه الحيوان حوالي 3500 شجره نادره. احنا حريصين جدا اشد الحرص على مش بس الحفاظ عليها ولكن على تنميتها. يعني التحالف المسؤول عن تطوير الحديقه هو تحالف مصري خالص تقوده شركه الانتاج الحربي الشركه الوطنيه المصريه، هو بيقوم بعمل كمان مركز للابحاث وزراعه الانسجه والاشجار، بحيث ان هو تحت اشراف مركز البحوث الزراعيه عندنا في الوزاره، بحيث ان هو كل الاشجار النادره الموجوده يتم كويس كمان حضرتك عرضتي هذه. احنا عاملين قبل وبعد علشان الناس تبقى شايفه قبل التقليم. خلينا نقول هو تهذيب وتقليم، مظبوط، قبل وبعد. للحفاظ على الاشجار من العطب وصيانتها. كنت عايز ارجع لموضوع ان احنا بنعمل المركز اللي بيتعمل دلوقتي هو من اجل يعني استنساخ او الاشجار النادره اللي موجوده والحفاظ عليها من الانقراض. صحيح. لان احنا عندنا اشجار نادره طبعا مش داخل الحديقه اساسا تتعوض سواء في الاورمان او في الحيوان يعني كمان. طيب السؤال الثاني برضو اللي لسه كنت بساله ايضا لموضوع حديقه الميريلاند، هل هذه الصور موجوده على الوزاره، موجوده على صفحه خاصه بحديقه الحيوان، موجوده انه في تطوير قبل وبعد؟ يعني هل ده موجود؟ لان ده لما يبقى موجود ويبقى موجود على صفحات رسميه سواء للحديقه سواء لوزاره الزراعه هيبقى برضو يسكت اي جدل. انت عندك حق كنوع من الوقايه او المبادره قبل ايه يعني مش كرد فعلي. مظبوط. عندك حق في ذلك تماما. هو احنا بس عشان موضوع حديقه الحيوان هم حاليا مغلقه هي والاورمان وهم تحت التطوير ويتم تطويرهم على اعلى مستوى حاليا، وان شاء الله في هتشوفوا مفاجاه، هتشوفوا حاجه تليق بالمواطن المصري، لان احنا التحالف اللي موجود بيستعين بافضل خبراء في العالم. اكيد. وعلشان كده انا بقول لحضرتك المجهود الكبير المبذول انتم كوزاره لازم الصور دي تبقى موجوده، مش فقط احنا كاعلام بنحطها للناس عشان تعرف، ولكن انا لو قلت للناس ادخلوا على صفحه وزاره الزراعه هتلاقوا الصور دي موجوده، او ادخلوا على حديقه الحيوان هتلاقوا الصور دي موجوده. يعني ده شيء ممكن نشتغل عليه. احنا يوميا في وزاره الزراعه بنتعرض لاشاعات غريبه، لان احنا وزاره مسؤوله عن الغذاء. أكيد. والامن الغذائي، وكل يوم مش عارف كل ساعه البطيخ مش عارف في ايه، الباطن فيها ايه، مش عارف العسل في يعني الدواجن، اللحوم، الاسماك، فاحنا بنتعرض لحمله شائعات. احنا عارفين كلنا اغراض ايه، وانا قد ما بنقدر وبنحاول
طبعا. بس انا كل اللي بقدر اقوله لك والله انه كل ما كانت الاشياء موثقه خصوصا ونحن نتحدث عن حديقه الحيوان او حدائق كبيره زي ميريلاند او غيرها، فكل ما يبقى الناس عندهم داتا خلاص اي حد بيتكلم الجدل ده هيتوقف، لانه الصوره هي اللي هتكون اثبات للحقيقه. لكن احنا معاكم، وعلشان كده احنا كمان هنا في التاسعه قررنا ان احنا نقدم الصور قبل وبعد علشان نكون معاكم. بس خلينا نقول في انتظار الحكومة الجديدة يكون في مجهود أكبر بصور موثقة دايما طول الوقت. وأنا بشكرك وبشكر مجهودكم معانا، وبحب أطمنك وأطمن كل مشاهديك الكرام إن حديقة الحيوان وحديقة الأرمان كل شيء فيها أثري وله طبع تاريخي وله ذكريات طبعًا مع كل مواطن مصري. طبعا حدائق يعني مش ممكن نعوضها. طب سؤال سريع أستاذ أحمد، بما إنك معانا، يعني مشروع المليون شجرة، يعني كلمني عن مشروع المليون شجرة. خلينا نتكلم عن الزراعة والبهجة دي. كويس ان سيادتك طرحت برضو هذا الامر، ان احنا برضو شغالين في هذا الاطار مع وبالتعاون مع وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحرب والتخطيط وكل وزارات الدولة في تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي 100 مليون شجرة. احنا اللي بدأت العام الماضي، احنا خلصنا المرحلة الأولى منها العام الماضي. احنا كوزارة الزراعة دورنا ان احنا بنورد الأشجار. صحيح. وعلى فكره برضو عايزه يعني الحاجه المفرحه في هذه المبادره ان هي اشجار مش اشجار عاديه زي ما كان بيحصل زمان فيقس وكان بيبقى في مشاكل كتير، لا ده احنا في اكثر من 18 نوع من الاشجار احنا بنوردهم في مشاركتهم في هذه المبادره. فيهم اشجار مثمره يعني كل انواع الاشجار المثمره، في اشجار خشبيه عشان خاطر تقليل فاتوره الاستيراد من الخارج من الاخشاب، في اشجار رحيقيه وزهور عشان خاطر العسل يعني اذا مليون شجره مدروسه بعنايه علميه جدا يعني جداً علشان جداً مش جداً مجرد شجر والسلام يعني جدا ومتوزعه على كل محافظات الجمهوريه بعداله بالتعاون طبعا مع الوزارات الاخرى. طيب أول ما يبدأ المشروع وتبدأ الأشجار تبان، أستأذنك الصور تبقى موجودة على صفحة وزارة الزراعة عشان تبقى احنا شغالين يا فندم فيها وممكن الكاميرات كمان يعني تنزل تشوف برضه بالتعاون مع الزملاء تشوف احنا شغالين في محافظات كده. واحنا العام الماضي كان حوالي 1,300,000 شجره كوزاره الزراعه، هذا العام حوالي 1,000,000 شجره، فاحنا شغالين حسب الخطه الموضوعه في هذا الاتجاه. اقول لحضرتك بس يعني كده بالصدر رحب، يمكن الناس بتقلق ليه؟ لانه برضه في الاحياء قطع للاشجار بدون وعي يعني، وده بيحصل. فكل ما كان في رقابة الأشجار اللي موجودة دي بتحمي الناس، يعني درجة الحرارة النهاردة اللي هي في الأربعينات لو الشجر موجود في الشوارع الناس بتستظل تحت الشجر، فكل ما رقابة على الأحياء وكده الناس هتبقى أحسن. سيادتك بتطرحي موضوعات مهمة جدا، احنا الناس ثبتت ما بين درجة الحرارة وقطع بعض الصور الأشجار اللي انتشرت. صحيح. احنا في مرحلة تغيرات مناخية صعبة جدا في كل دول العالم، يعني حتى الدول الأوروبية اللي كانت فيها ثلوج النهاردة بتعاني من الحر وفي ناس بتموت من الحراره. صحيح. يعني التغيرات المناخيه اثرت على الانسان وعلى الحيوان، مش 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 انقطع الاشجار بعض الاشجار، ولا الدوله لا تقطع اشجار الا اذا كان في ضروره قصوى لهذا، الضروره القصوى ان يكون هذه الاشجار فيها خطوره على صحه الانسان، لان هذه الشجره وقعت على انسان او وقعت على سياره طبعا. الدوله هي التي سوف تلام. فلازم ما هو يا فندم لو حصل تأليم من الاول ومتابعه الشجره مش هتقع. بالضبط. يعني بس يعني بالزبط. الاحياء محتاجه تشتغل معاكم بقوه كمان اكتر. انا بشكرك شكرا جزيلا، كلنا يهمنا يعني بجد ان تبقى بلدنا حلوه واشجارنا تبقى حلوه، وما فيش مشكله لما عيننا تبقى على شجر بنحبه ويحس ان في حاجه مش مظبوطه حضراتكم تصححوا الموقف. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ابراهيم مستشار وزير الزراعه.